مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. انخفاض واضح على درجات الحرارة ستتأثر به المملكة اعتبارا يوم غد الأحد بإذن الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. فإن الأحوال الجوية المتوقعة اليوم الأحد انخفاض واضح على درجات الحرارة، هذا الانخفاض تقريبا ما بين 8 إلى 10 درجات مئوية عما وصلت إلى درجات الحرارة نهار يوم السبت، وبالتالي فإن الأجواء تصبح تقريبا لطيفة بالنهار، تميل قليلا إلى البرودة بالليل، درجات الحرارة أقل من المعدل ما بين 1 إلى 3 درجات مئوية. المناطق الشمالية أجواء غائمة جزئيا، العظمى المتوقعة 25 والصغرى 15، الأجواء لطيفة بشكل عام. المناطق الوسطى بحدود 23 العظمى والصغرى 12، المناطق الجنوبية 22-9 والعقبة 33-20، البادية الجنوبية الشرقية أجواء مغبرة والعظمى 28 والصغرى 13، كذلك البادية الشرقية أيضا أجواء مغبرة والعظمى 37 والصغرى 13 درجة مئوية. إذا الأجواء يوم الأحد أجواء لطيفة بالنهار تميل إلى البرودة ليلا، وهناك رياح نشطة بتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة في جنوب وشرق المملكة. أما يوم الاثنين، يوم الاثنين تخف سرعة الرياح، أجواء مشمسة بالنهار وأيضا صافية بالليل، وبشكل عام الأجواء لطيفة ربيعية لطيفة في معظم أجزاء المملكة. المناطق الشمالية العظمى 25 والصغرى 17، المناطق الوسطى 23 العظمى والصغرى 16، المناطق الجنوبية 22-13 وخليج العقبة 33 إلى 24 درجة مئوية، والبادية الجنوبية 28 إلى 18 والبادية الشرقية 31 إلى 19 درجة مئوية. يوم الثلاثاء أيضا تبقى الأجواء كما هي عليه كما كانت يوم الاثنين، فبتكون الأجواء تقريبا معتدلة بالنهار لطيفة بالليل، العظمى المتوقعة تقريبا 29 في المناطق الشمالية والصغرى 17، المناطق الوسطى 26-15 وأيضا المناطق الجنوبية 24-13 وخليج العقبة 34 إلى 22 درجة مئوية، البادية الجنوبية الشرقية 29 إلى 16 وأيضا البادية الشرقية 32 إلى 19. هناك ارتفاع قليل على درجات الحرارة بنلاحظ يوم الثلاثاء في المناطق الشمالية والوسطى وكذلك بعض الجنوبية، بحيث تصبح الأجواء يوم الأربعاء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل، تستمر هذه الأوضاع يوم الخميس أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل، حيث يوم الخميس بتكون العظمى في المناطق الشمالية 29 والصغرى 17، المناطق الوسطى 26-15، مناطق الجنوبية 25-13، خليج العقبة 35-23 والبادية الجنوبية الشرقية 30 إلى 16 درجة مئوية، والبادية الشرقية أجواء حارة بالنهار لكنها لطيفة بالليل 35 إلى 18 درجة مئوية، كذلك الأجواء حارة نسبيا في العقبة العظمى 35 وأثناء الليل أجواء لطيفة والصغرى 23 درجة مئوية. يوم الخميس أيضا أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل، لكن الأغوار بتكون حارة نسبيا وأيضا في العقبة حارة نسبيا، وأيضا مناطق البادية الشرقية بتكون حارة نسبيا في النهار لكنها لطيفة بالليل. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 28-17، المناطق الوسطى 25-16، المناطق الجنوبية 24-14، خليج العقبة أجواء حارة نسبيا في النهار ولطيفة ليلا 35 إلى 24، البادية الجنوبية الشرقية 28-17 والبادية الشرقية أجواء حارة نسبيا نهارا لكنها لطيفة ليلا 34 إلى 17 درجة مئوية. أما يوم الجمعة فتستمر الأجواء معتدلة بالنهار
لطيفة بالليل، المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 28 والصغرى 17، المناطق الوسطى أجواء لطيفة بشكل عام، العظمى المتوقعة 24 والصغرى 16، المناطق الجنوبية أيضا لطيفة بشكل عام، العظمى 25 والصغرى 14، خليج العقبة أجواء حارة نهارا معتدلة ليلا، العظمى 36 والصغرى 23، البادية الجنوبية الشرقية معتدلة إلى حارة نسبيا أثناء النهار لكنها لطيفة ليلا، العظمى 29 والصغرى 17، أيضا البادية الشرقية حارة نسبيا إلى معتدلة، العظمى 32 لكنها بالليل بتكون الأجواء لطيفة، والصغرى المتوقعة 18 درجة مئوية، أيضا هناك غبار خفيف متوقع في مناطق البادية الشرقية يوم الجمعة بإذن الله. مشاهدينا نتمنى الجميع السعادة والتوفيق، وأيضا أجواء ربيعية تقريبا في معظم أيام الأسبوع راح تكون معتدلة بالنهار لطيفة بالليل مع بعض التغيرات البسيطة من يوم لآخر. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.